قد تشابهت المجازر في مناطق مختلفة من قطاع غزة، فنؤكد أن هذه الصور مشاهدينا الكرام هي لقصف إسرائيلي قد نال من حي في بيت لاهيا، هذه المدينة التي تقع إلى أقصى الشمال من القطاع. وهذا القصف يظهر أيضا عددا من المواطنين الذين يحاولون أن يقدموا بعض الإسعافات أو أن يعينوا الدفاع المدني. هنا طفلة صغيرة تم إخراجها تحت الأنقاض. أحد الناجين من تحت الأنقاض هنا، دمار كبير جدا في المكان، رائحة الدمار ورائحة الموت ورائحة آلة الحرب الصهيونية في كل زاوية في المكان. ده كمان سيالة. Thank you.